السلام عليكم. مثل ما شفتوا بعنوان الفيديو، ختمت القرآن كامل في ركعة واحدة، 30 جزء، 60 حزب، 240 ربع، 6236 آية في ركعة واحدة بس. فكرة بلشت عندي إنه كنت دايما أسمع سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقيم الليل يختم القرآن كامل في ركعة الوتر في ركعة واحدة. فما استوعب هالشيء، احس هالشيء خاص فقط بالصحابه، نحن ما رح نحسن نسوي شيء او صعب علينا. فحاولت اجرب اول مره، الحمد لله جربت من فتره بال15 فشلت. السبب كان انه ما عاد استوعب اي شيء اقراه، ما عاد افهم اي شيء اقراه، حسيت حالي ماني بالصلاه، فقط ماسك القران وعم اقرا. فوقفت بال15 الحمد لله. الحمد لله امبارحه كمان بفضل الله رجعت حاولت وختمت القران كامل. الفكرة بلشت من اختيار المكان، الاختيار المكان من أهم الأسباب. الأفضل إنك تصلي بالمسجد، أوعك تحاول تصلي بالبيت، جوز بآخر 5 أجزاء يجوا تاع تعشى تاع كول، يجوا لعندكم ضيوف، يجوا لعند أختك، مو يقاطعوك. طبعا ثوابك مكتوب، بس إنه ما توصل لهدفك، ما توصل لفكرتك، فحاول الأفضل إنك تصلي بالبيت بالمسجد. ثاني شيء اختيار الوقت والفصل، الأفضل إنك تصلي بالشتاء. السبب الليل طويل وجو الشتاء احسن من جو الصيف. جو الصيف انا جربت من بالصيف كتير جسمك راح يهرى، لاني راح توقف 7 ساعات هيك بمسك بايدك مصحف، 7 ساعات جسمك كتير راح يهرى وما راح يساعدك انك تكمل للاخير. فالافضل انك تختار بالشتاء. انا بلشت الساعة 10:30 11، بالستة كنت مخلص الحمد لله. اخر شيء اهم شيء النية، حاول تخلص نيتك لله. ليش رح تسألني ليش؟ انه بجوز تصلي تكون هدفك فقط انه تصلي او يقولوا عنك ختم القرآن كامل بركعة، رح تخسر الدنيا والآخرة. تكون واقف توقف اجريك 7 ساعات يتكسر جسمك كله بالاخير، تخسر الدنيا والآخرة، رح تاخذ الدنيا والآخرة. السلام عليكم اخواتي، انا عبد الرحمن نبهان. مثل ما شفتوا بعنوان الخبر، سبحان الله انتشر شاب سوري يختم القرآن في ركعة واحدة. الحمد لله اخواتي، بس هيك في بعض النقاط حابب هيك انوه عليها اوضح لكم اياها. يعني سبحان الله انا البوستات والصفحات في كتير، سبحان الله يعني الخبر صار رائج بالفيسبوك، كتير قنوات وصفحات، قنوات اخبار نشرته، والاصدقاء يعملوا لي تاج وهيك وافوت اشوف التعليقات. في كم هيك نقطة حابب اوضح لكم اياها، رب يسلمكم. واحد، اول نقطة يعني كتير شفته هيك في اختلاف وحكي وأشخاص يعني وصلتني الرسائل أكتر شيء بالموضوع، إنه مستحيل بني آدم 17 7 ساعات يقرأ القرآن كامل. يا أخي معهن حق، من وين معه حق؟ الإنسان اللي ما خرج يقرأ القرآن 7 ساعات هو الإنسان ربنا يغفر له يمكن يفتح القرآن بالشهر مرة هيك، يقرأ له آية آيتين ويسكر. أما الحافظ، الشخص الحافظ اللي عنده ورد يومي، عنده ورد أسبوع، عنده اختبار، عنده تسميع، سبحان الله بكون عليه أسهل، ويعني حتى أقل من 7 ساعات. 6 ساعات، في شاب محمود من كم يوم شفته نشر 6 ساعات جلسة واحدة قرأ القرآن كامل. يعني ليش؟ لأني الحافظ عم يقرأ الكلمة، مثلا أنا قرأت الكلمة اللي بعدها ما بدي أبذل جهد لتطلع معي أو أفكر إيش هالكلمة، أنا عم أقرأ الكلمة بتطلع معي الكلمة تلقائي ورا. فيعني حتى أقل من 7 ساعات ممكن، ربنا يجزيكم الخير يعني. ويعني هاي كتير نقطة مختلف عليها، اللي عم يكتب بس هيك يحاول يفكر شوي من منطق هيك، ربنا يسلمكم ويجزيكم الخير. نقطة تانية، ليش صورت؟ ايش السبب خلاك تصور؟ هاي اعمال بينك وبين الله ورياء وهالامور. والله يا اخواتي سبحان الله، ربنا اللي بده ينشهر بالدين ما بينشهره، واذا شهره هيك بيعطيه هيك لمحة بسيطة يفرح بحاله، عشان يعني سبحان الله يكون عليه حجة هيك بيعطيه هيك. بس سبحان الله اللي بده ينشهر بالدين، ربنا يعني بده ياخذ الدين هيك بس عشان ينشهر، وينشر الدين بس عشان ينشهر، وهدفه الشهرة سبحان الله ربنا ما بوفقه.